ديال التاريخ كتنساو، ولهذا حنا كنطلبوا من المثقفات المغربيه تكتبوا النساء ديالنا اللي هزوا السلاح، النساء ديالنا اللي جاوا المستعمر، النساء ديالنا اللي كيحاربوا كيناضلوا على كل الواجهات. يعني كتعرفوا السميه ديال الملكه الفاسي اللي وقعت الوثيقه الاستقلال، ولكن النساء كثريات كاتبات عالمات اليوم وبالامس موجودين في هذه البلاد. ولهذا هذه مناسبه باش النساء المغربيات كلهم سواء الفلاحه او العامله او ربه البيت او الاستاذه او الطبيبه يجددوا الثقه في نفوسهم، لان لما كانش المراه يعني في المستوى المجتمع كله ما كيكونش في المستوى، لان المراه هي اللي كتربي الرجل وكتربي المراه ديال الغدا. ولهذا ملي كنقولوا الدوله اللي باغيه تقدم باتجاه دوله الحق والقانون خصها تعطي الحقوق كامله للمراه، راه ماشي شي حاجه اللي هي طرف. ولهذا واحد المفكره فرنسيه كبيره سيمون دو بوفوار كانت كتقول لهم ملي كتكلموا على الديمقراطيه في الفضاء العام راه خصها بعدا تحقق في الفضاء الداخلي في البيت. علاش المراه هي اللي كتربي الدراري وتراجع معاهم وتطيب وتجفف وتقاد كل شيء، والرجل الا خدم بسميتو كيجي صافي راه هو جاب. اليوم المراه كتجيب القفه، 27% ديال الاسر المغربيه المراه كتجيب القفه الوحيده، هي اللي كتخدم، هي اللي كتخدم، لان كاين بطاله وكاين وحدات. ولهذا حنا علاش كنتميو لهذا التوجه اللي كنسميوه يساري، التوجه اليساري او اليسار عنده مشروع المجتمع بالتصور ديالو كله، كيفاش بغينا تكون البلاد، كيفاش بغينا تكون مكانه المراه، كيفاش بغينا تكون مكانه الرجل وديال الشباب، شكون اللي خصو يستافد من الخيرات، كيفاش خصو يكون يعني تكافؤ الفرص، نفس الفرص بالنسبه للجميع، ماشي باك صاحبي ولا هذا ولدي ما عندوش حق ولا بنتي غادي تضيع. اذا اليسار شنو هو؟ مشروع للمساواة، مشروع لتحرر الانسان. باش كيتحرر الانسان؟ كيتحرر بالعلم، كيتحرر بالقوانين متساويه. انا كنخرج ما خايفش، عندي قانون كيحميني، دوله ديال القانون، قضاء مستقل ونزيه. يعني حتى هذاك اللي درناه في السلطه الا ما قامش بالعمل ديالو كاين المحاسبه. هادشي باش كيامن اليسار، كيامن بالتضامن، ما كاينش شي واحد اللي غادي نخليه يطيح ويموت بالجوع ولا بالجهل ولا بالتخلف، لا، خاص يكون مجتمع متضامن اللي كتحقق فيه العداله الاجتماعيه، هذا هو اليسار. مجتمع فيه المساواه بين المراه والرجل. بالمناسبه المراه راه ماشي هي الجنس الضعيف، راه هي اللي كتولد، راه هي الجنس القوي. كيفاش ردونا حنا الجنس الضعيف؟ المراه كتكتب كتقرا كتطلع